سيرة علي سيرة علي السد سيرة من سلطة الظلام من شاف ايش كثر شاف ايش كثر. بسم الله الرحمن الرحيم. سادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الأيام العظيمة، أيام الحزن والعزاء على مصابي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، باستشهاد الإمام الحسين وكذلك استشهاد ولده رابع الخلفاء، رابع أئمة المسلمين، الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإمام الذي عرف عنه كثرة الدعاء وكثرة السجود وكثرة الحزن على مصاب أبيه وعلى ما حل بأهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم. اليوم نتجول في مدينة النجف الأشرف بين أزقتها ومواكبها وشوارعها، لا يكاد يخلو شارع أو زقاق في مدينة النجف الأشرف إلا وفيه مجلس عزاء وموكب وتكية تقام لإحياء ذكرى شهادة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. كاميرا قناة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تجولت اليوم في مدينة النجف الأشرف وعدت لكم هذا التقرير المصور عن ليلة استشهاد الإمام زين العابدين. كونوا معنا سادة المشاهدين الكرام. أنت من تقرأ الصحيفة تدرك السر بدعائه، يناجي ربه دمعة تجري ويلتمس عطفه برجائه. نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام باستشهاد سيدنا ولاي الإمام السجاد عليه السلام. احنا عندنا أهل النجف، يعني هاي من سنين أبهاتنا وأجدادنا قبل كانوا يسموه هذا عاشور الزغير، لأن هو سمي بالسجاد لكثرة سجوده. الإمام زين العابدين عاش المصائب مع الإمام الحسين ونقل الصورة كلها. احنا بالنسبة لنا يعني سنشوف هذا جيل عن جيل يتذكر موقف الإمام السجاد عليه السلام من رادي انضرب ومن قام الزينب عليه السلام وخطبة ديش الخطبة الارتجالية كأنما أمير المؤمنين قاعد يخطب. فأهل النجف يشوفهم من صغار إلى أكبر إلى أكبر متعودين على هاي الخدمة الإمام الحسين، كان بعاشور وكان بالأربعينية وكان بكل المناسبات الدينية. وأكو فد موقف أنا حضرني ذاك اليوم، رجال شايب يسولف يقول حلم الطيب بالإمام الحسين عليه السلام وحبيبه ابن وظاهر الأسدي يمشون للمواكب مسجلون، اجوا وصلوا لأهل النجف عبرهم الإمام الحسين، قال له سيدي مولاي ذول أهل النجف الإمام الحسين ما حاجة الإمام الحسين، عبر مرة الثانية رجع قال له ذول أهل النجف هم تعلموا من عندهم هاي الخدمة الحسينية، لأن أهل النجف أطوا شهداء بال77 يعني عاشور تدري أنت بال77 صار منع وراحت عندنا شهداء من النجف الأشرب وهم هاي المسيرة كلها ماشيين عليها من أب إلى جد وإلى وشوف هاي الأطفال الساعة احنا عندنا قاعد نشؤون قبل سنتين كبر اتعلم. احنا بالنسبة حتى الطبخ مالتنا ما يطبخ اذا ما يتوضى ويتكمل، وهم شيء عندنا الدين، لان هي احنا بالنسبة للخدمة الحسينية كلها تعرف الإمام الحسين المات والسجاد، بس احنا نريد التزام، احنا مو بس خدمة حسينية قدر وطبخ، لا انا بالنسبة هذا السامن يجي هنا الولد ابوه مأمن جاي للإمام الحسين ما رايح بقهوة ولا رايح بغير مكان، فاحنا ذني كلنا نحتاجين. فالسجاد عليه السلام يعني شو نريد نوصفه، احنا هو دفن الاسجاد عليه السلام، من راح وجدت زينب عليه السلام سالته قال لها الان دفن الاسجاد، قالت صار لها 3 أيام ما مدفونين وربي يحفظكم وسلمكم. عظم الله اجورك أجرك. عظم الله اجورك، بارك الله فيك. ان شاء الله عند الامام الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام غال. عظم الله اجرك. اجورك بعد روح. شنو الخدمه اللي جاي تقدمها؟ خدمتي لحسين هاي بعد. نعم. كل احنا خدام نوزيع، كل من عليه شغله، كل من عليه اغراض هج. الامام السجاد عليه افضل الصلاه والسلام هو يعتبر امتداد للامامه. هذا ما وددت ان اسالك، ماذا يعرف اهل النجف عن الامام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه؟ اهل النجف يعتبرون السجاد عليه افضل الصلاه والسلام هم امتداد للامامه، وكذلك يعتبر شلون كأنما عاشور الثاني يعتبر،
لأنه عاشور الأول للحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وكذلك عاشور الثاني للإمام السجاد، فأكثر مواكب النجف يقيمون العزاء في هذه المناسبة، ومنهم جمهور شارع المدينة، جمهور شارع المدينة. فالإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام يعتبر امتداد، قلت لك للإمامة، لولا وجود السجاد لانتهت الإمامة. زين، هو حفظ لنا الإمامة، بعد رسالة الحقوق، هو رسالة الحقوق أداها، أيضا حقوق الزوج، حقوق الزوجة، حقوق الصديق أو شو اسمه، كل هذه علمنا بيها إن شاء الله. سادة المشاهدين الكرام، نحن نلتقي مع خدمة الإمام الحسين الذين يؤدون الخدمة في مواكب العزاء للإمام زين العابدين. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجرك وأجورك إن شاء الله. ما الخدمة التي تقوم بها في الموكب؟ والله هاي الخدمة احنا ننتظرها من السنة للسنة على مود الأجر والثواب والشفاء المرضى إن شاء الله. واحنا هاي خدمة الحسين ما ننسى، يعني دائما بطريق كربلاء وهنا بالمواكب، والله يعني يكون مدى الحياة تظل هاي خدمة دائما إن شاء الله. ما الذي تريد من الإمام وأنت تخدمه؟ والله أريد التوفيق والأمان والستر ودعاء للمرضى إن شاء الله. إن شاء الله باقين على هذه الخدمة إن شاء الله بعون الله تعالى. رحم الله والدي. طيب الله أنفسك. الله بارك الله. السلام عليكم. السلام ولاي. عظم الله أجرك. عظم الله أجركم، الله يحفظك عمو. حدثني عن الخدمة في هذا الموكب، ماذا تقدم من خدمة؟ هاي الخدمة هاي خمس أيام قاعدين، يعني من يوم الأحد إلى يوم الخميس ليلة الوفاة، يعني التعزية واللطمية والطبوخ والقهوة والشاي والماء البارد، الحمد لله والشكر. أنت ماذا تشعر وأنت تخدم الإمام الحسين؟ أشعر الفخر يعني يكون أصغر خدام الحسين. هذه أيام الإمام زين العابدين، ماذا تريد من الإمام زين العابدين وأنت تخدمه؟ والله عندي طلبان، يعني أنا بيت بسالس إعدادي وكنت نجح، بيت يعني إن شاء الله هاي السنة إعدادية قاعد. وأنت شيعي موالي للإمام زين العابدين، طلباتك من الإمام شنو هي؟ يكون يخلصنا من هذا الوباء مع أخوة زين العابدين إن شاء الله. إن شاء الله. لحظة. تشعر بالتعب؟ لا، أنا وهذا ابني يومي احنا مجلس، يعني يومي نجي. كل ذنب ما عنده هو ويندعب حالة بكاء، والجليل الجد أوهب رحمته وأرضه وسماءه. بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية جميعا بمصاب أبا عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد العشرة الأولى مصاب الإمام الحسين عليه السلام، واليوم هذا مصاب زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام عاشر مصيبة الإمام الحسين ومصيبة عاشوراء الأليمة، وشاهد المصائب والمصيبة وذهب إلى السبي، المصيبة الأكبر إلى يزيد اللعين. فإحنا أهل النجف اليوم نقيم هذا العزاء وذكرى زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا واجب علينا، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لشيعة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه أهل النجف اليوم قائمين هذا العزاء، وشباب شباب شارع المدينة كأحد المواكب الحسينية، والمواكب الحسينية منتشرة في محافظة النجف كلها والعالم الإسلامي والعراق، والشيعة كافة يحيون مصاب أبو عبد الله الحسين ومصيبة زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام. الله يسلمك ويحفظك أنفاسك. بارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عظم الله أجرك وأجرك وأجر أمة محمد أجمعين. أنت بهذا العمر وتقوم بخدمة الإمام الحسين وخدمة الإمام السجاد في هذه الليالي، حدثني عن شعورك تجاه الإمام السجاد. والله احنا كلنا بخدمة الحسين، خدمة المنبر، وهاي قلنا حسن عاقبة قالوا للجميع، وصل الشباب أن الله يهديهم ويتوقف من هالمكان الصحيح. نعم. وأسأل الله يوفقكم. من أين ورثت هذه الخدمة؟ من آبائنا وأجدادنا. نعم. هذه الخدمة، وإن شاء الله احنا هذا الجيل يبقى لنا ذخر، والحمد لله والشكر. ورد الله وفقكم خادم. وفق. شكرا. بارك حجي. الله بيك. طيب الله بيكم. استشهاد الإمام الرابع الإمام زين العابدين عليه السلام
هذا الإمام حيث عانى معانا، حيث عاشر واقعة الطوف بأكملها من المدينة إلى كربلاء، وبما أنه كان عليل لكنه إشاءة الله أن يبقى لينقل هذه الأحداث للأجيال القادمة. لماذا؟ إنها مشيئة الله سبحانه وتعالى. الإمام زين العابدين إنه من زق العلم زقة، رجل تربى في بيوت النبوة، رجل صاحب مبدأ، رجل صاحب كرامة، رجل الإمام الرابع هو لهذه الطائفة الشيعية جمعاء في العالم وحتى الإسلام، لكن من شذ عنه فهو متخلف. لماذا؟ لأنهم هم زق العلم زقة. فإحنا في هذه الأيام يعني نقيم أشعار الحسينية وذكر هذا الإمام المظلوم الذي عانى معانا في طريق كربلاء وفي الشام، وعند رجوعهم إلى العراق أحيوا شعيرة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. فهم أول من عقدوا مجلس على الإمام الحسين عليه السلام. فنحن إن شاء الله سائرون على منهج هذا الرجل الذي هو له مكانته وله إمامته، ويجب علينا أن نسلك سلوكه. ليش؟ لأنه هو الإمام الرابع، شئنا أم أبينا. الله يحفظكم. طبعا احنا في البداية نعزي العالم الإسلامي وأمة محمد باستشهاد الإمام الحسين وولده السجاد عليه السلام. احنا مجلسنا سنويا 5 أيام، يبدي من يوم 20 ينتهي يوم 24، لأن أهل النجف يمشون على الليالي. هاي الشعيرة شعيرة خدمة الحسين، من الصغر احنا متعلميها، شعيرة الطبوخ، شعيرة التطبير، شعيرة المشيق، منعوفة أبا عن جد ولا راح نعوفها إن شاء الله، ونعلمها لأجيالنا مثل ما تعلمناها من أسلافنا من أجدادنا، وإن شاء الله طول العمر. بودي أن أسألك هذا السؤال، أنتم يعني هذه الليلة تحيون استشهاد الإمام زين العابدين، وشاهدنا في المجلس الحضور كبير جدا، وأنتم تقدمون لهم مادبة الطعام، حدثني كم أعداد المعزين للإمام زين العابدين، كم وجبة تقدمون، وكم هي عدد الأفراد الذين يأكلون بهذه الوجبة؟ بالنسبة إحنا الطبخ مالتنا عندنا يعني كعادل تمن وقيمة، عندنا كل 3 قدور تمن وقيمة كل فد 300 شخص، فإحنا طبخنا يومية 16 قدر تمن. هذا بالنسبة للوجبة مال العشاء. 5 أيام إحنا مستمرين على هاي الحالة، يعني ما يقارب كل يوم 4000 شخص يأكلون في مأدبة الإمام زين العابدين. بلي 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 يأكلون، وإحنا بالنسبة ترى مو بس بالسجاد طبخنا، يعني إحنا عندنا الشعبانية الطبخة الكبيرة مالتنا بكربلة. إحنا الساراح نخلص مجلسنا نتجه إلى من؟ إلى زيد بن علي عليه السلام، نكمل يوم هناك بزيد بن علي، هدول ننقل الغراض مالتنا إلى كربلاء المقدسة وإلى الطريق، ما نفنش هنا الصيوان مالتنا، يظلها من الزوار اللي يجون، يعني عندنا الموكب هنا يخدمون، ويخدمون بالطريق ويخدمون بكربلة، فاحنا مستمرين بهاي الخدمة، واهل النجف تلقاهم كلهم سباقين لهاي الخدمة المواكب. انت من تقرا الصحيفة تدرك السر بدعائه، يناجي ربه دمعة تجري ويلتمس عطفه برجاء. مما أثر عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أنه ما قدم إليه طعام أو شراب إلا ومزجه بدموع عينيه حزنا وتأسفا على ما جرى على مصاب أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا البكاء كان يعد بحد ذاته ثورة على الطغاة وعلى الظالمين، لأنه يحيي في النفوس مظلومية أبي عبد الله الحسين وما تعرضت له أهل بيت النبوة من مآس وحزن وآلام، وها هم أبناء النجف الأشرف يثبتون ولاءهم وحزنهم وبكاءهم على سيدهم ومولاهم الإمام السجاد مواساة له باستشهاده وباستشهاد أبيه صلوات الله وسلامه عليه. كنا وإياكم سادة المشاهدين الكرام وتقريرا مصورا عن ليالي استشهاد الإمام زين العابدين في مدينة النجف الأشرف، في ختامه نوجه لجميع خدمة الإمام الحسين الشكر والتقدير والثناء على ما يبذلونه ويقدمونه من خدمات. الشكر لكم
سادة المشاهدين الكرام إلى أن نلتقيكم في تقارير مصورة أخرى. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بيض عن البس بدلة التعب اغرق بالضحايا من طلعة الراية، اغرق بالضحايا من طلعة الراية. يا بيض عن البس بدلة التعب، يا بيض عن البس بدلة من الضوء.